اذا على هامش الديربي اللي كيتقام على مستوى مدينه القصر الكبير اليوم السبت 27 فبراير 2016 نستضيف بهاء الدين الكاتب العام للنادي الرياضي القصري. شنو ممكن تقول لنا على هذه المباراه بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية تحت المتقدير. بالنسبه للمباراه اليوم ديربي ديال الاقليم على رئيس ديربي ليكوس، طبيعة الحال الديربي هذا هو اي فريق كيتمنى انه يخرج منتصر فيه. بالنسبه لنا حنا كفريق نادي القصري، يعني مقابله عاديه كسائر المقابلات، الوضعيه ديال الترتيب ديالنا كتحتمينا اننا نكونوا نفوزوا بهذه المباراه، نتمنى الله التوفيق. نهضر معك في الجانب الاداري شي شويه، واش الوضعيه الماليه ديال اللاعبين؟ بالنسبه للاعبين جميع اللاعبين توصلوا بجميع المستحقات ديالنا، بالنسبه للبريم بالنسبه للصالير ديالهم وما عندناش مشكل. حنا بالنسبه لان السيد الرئيس حسن ودبوت كريش موفر جميع الظروف الماليه ولا اللوجستيكيه، حنا كنشكروا هذا المنبر هذا هو، ونتمنى التوفيق للجميع. النتيجه المتوقعه دائما كنطرح هذا السؤال. بالنسبه لي ككاتب عن فريق ديالي اصلي كنتمنى انتصار الفريق ديالي. شكرا، التوفيق للجميع.